بصوا يا جماعه، احنا قلنا دلوقتي الافريج سبيد والافريج فيلوسيتي يا يحيى، الفرق ما بينهم ان السبيد بتعتمد على الديستانس، الفيلوسيتي بتعتمد على الديسبيسمنت. انت جبت ان الافريج ان التوتال ديستانس 70، يبقى الافريج سبيد 70 اوفر بقى المفروض التوتال تايم. الرحله الاولى قال لك خد فيها 3 اوفر 4 اور، الرحله الثانيه هاف اور، يبقى التوتال تايم 3 اوفر 4 بلس هاف. هنعمل الكلام ده على الكالكوليتر طلعت 56 كيلومتر بير اور، ده الافريج سبيد مش محتاج دايركشن. طب الافريج فيلوسيتي بقى قلنا يا مستر هيبقى الديسبيسمنت اوفر التايم. الديسبيسمنت جبناه من شويه 20 اي فيكتور، يعني في اتجاه الاي اللي هو اللي احنا فرضناه من عندنا. التوتال تايم هو ما اتغيرش، لما حسبناها طلعت 16 اي فيكتور، معناها ان الافريج فيلوسيتي هاز ذا سيم دايركشن اوف اي اند اتس نورم 16 كيلومتر بير اور. الكلام ده اهي سرج، الكلام ده ما فيهوش اي مشكله. طيب بصوا كده المساله اللي بعدها مستر، هو الاي فيكتور يا مستر لما نيجي نعمل الاوبوزيت دايركشن دي يبقى نيجاتيف اي فيكتور ولا بنكتبه بالظبط؟ لو كانت طلعت النيجاتيف كان معناها ان هي هتبقى ان ذا اوبوزيت دايركشن. طبعا طبعا يا يوسف مفيش فيلوسيتي بالنيجاتيف، بس لو طلعت نيجاتيف هيكون معناها ان هي ماشيه ان اوبوزيت دايركشن. طيب بصوا كده وبرده جربوا تحلوا. A bicycle driver covered a distance of 37.5 كيلومتر on a straight road. خلي بالكم النهارده الكلام كله على الستريت رود with speed 25 كيلومتر بير اور. Then he covered a distance 18 كيلومتر with speed 12 كيلومتر بير اور. طلب منك الافريج فيلوسيتي during the whole journey، مره لو in same direction ومره لو in opposite directions. معانا دقيقه او دقيقتين كده كل واحد يجمع المساله في دماغه. الاولاني مشي مسافه 37.5 كيلومتر، كانت سرعته 25 كيلومتر بير اور، ده في الرحله الاولى. في النص الثاني مشي مسافه 18 كيلومتر، كانت سرعته ساعتها 12 كيلومتر بير اور. هو عايز يحسب الافريج فيلوسيتي في الرحله كلها، مره لو ماشيين زي بعض in same direction ومره لو opposite directions. فالناس كده بالراحه وتحلها. مستر انا تقريبا طلعتها. وما تنسوش بس الماجيك ترينجل حبيبكو ده عشان اكيد هنستخدمه. طلعتها كام يا يوسف؟ هي in the same direction هتبقى 1.5 km per hour وفي ال opposite direction 0.52 km per hour. لا معلش قول الاجابتين، قول الاجابتين تاني كده. Same direction هتبقى 1.5 km per hour وفي ال opposite 52 km per hour. لا مش طالعه كده يا معلم. تعالى بقى نحلها مع بعض يا جماعه كلنا، تعالى يا ساره يلا نقول. بص يا يحيى، انا دلوقتي مبدئيا علشان نحسب الافريج فيلوسيتي احنا قلنا ان الرول بتاعها توتال ديسبيسمنت اوفر توتال تايم. طب ركز بقى معايا كده، مبدئيا احنا ما عندناش التايم، فهروح للماجيك تراينجل بتاع الفيزيكس اجيب منه التايم. التايم ديستانس اوفر فيلوسيتي، يعني عشان اجيب تايم 1 هعمل ديستانس ل 37.5 على السبيد اللي هي 25 تطلع 1.5 اور. طيب تي 2 التايم بتاع الرحله الثانيه ديستانس اللي هي 18 على السبيد اللي هي 12 طلعت برضه 1.5 اور. يبقى يا عبد الله الرحله الاولى خدت ساعه ونص والرحله الثانيه يحيى برضه خدت ساعه ونص،
كده يبقى التوتال تايم على بعض 3 hours سواء in same direction او سواء in opposite directions. فانت كده التوتال تايم عامه 3 hours. تبدا تحسب بقى الافريج فيلوسيتي. هو يا شباب لو هما الاثنين ماشيين in same direction يبقى الديسبيسمنت هعمل الرقمين دول بلس بعض ولا ماينس بعض؟ ها ها شباب لو هما الاثنين in same direction طبعا هنعمل الرقمين بلس بعض. طب هو عمل ايه؟ قال لك هعمل الاثنين هو اعتبر برضو اتجاه الحركه اسمه اي ده البوزيتيف اللي هو ناحيه الرايت كده. في السيم دايركشن هيعمل بلس للتو ديستانسز. طلعت الديسبيسمنت 55.5 في نفس اتجاه الاي ما هم سيم دايركشن. قام قال لي خلاص يبقى الافريج فيلوسيتي توتال ديسبيسمنت اوفر توتال تايم طلعت 18.5 اي فيكتور. يعني الماجنيتود بتاعها 18.5 كيلومتر بير اور. طب يا يحيى لو قال لي بقى يا يحيى in opposite directions فانت رحت كده 37.5 ورجعت العكس 18 كيلومترز فهتعمل بالعقل كده هنعمل ماينس طلعت 19.5 اي. يعني في دايركشن الاي هي اللي كسبانه ب 19.5. يبقى الافريج فيلوسيتي هتبقى برضو توتال ديسبيسمنت اللي طلعت على نفس التوتال تايم طلعت 6.5 في نفس اتجاه الاي يعني الماجنتيود 6.5 كيلومتر بير اور. لو حد مش فاهم هيقول لي احنا جبنا التايم اولا الحته اللي فاتت دي عملنا لها ريكورد. يا جماعه هنا التايم عملنا طب شوفي ظبطي يعني الدنيا مش مشكله. التايم يا جماعه جبناه عن طريق ديستانس اوفر سبيد. طلع التايم بتاع الجيرني الاولى ساعه ونص والجيرني الثانيه برضو ساعه ونص. طب خلاص يبقى مجموع التايم طلع 3 اورز. الديسبيسمنت مره بلس في السيم دايركشن ومره ماينس في الاوبوزيت دايركشن. طيب اللي بعدها عشان عايزين نخلص الجزئيه دي عشان عندنا حته بعد كده مهمه قوي بقى. الجراف ده بيقول لي ايه؟ بيقول ذا اوبوزيت. مستوى دلوقتي النت قطع. ايه يا ساره؟ مستر حضرتك النت قطع عندي انا وغالبا ثلاثه كمان ودلوقتي انا داخله من الباقه فالمفروض اعمل ايه؟ والباقه هتخلص. مش مشكله ممكن عادي تقفلي وتبقي تشوفيها بنعمل ايه؟ الباقه بتاعتي برضه. طيب تمام يا مستر. ماشي لو النت العادي بتاعك جه خلاص مش مشكله يعني تشوفي كده ظبطي. طيب بصوا يا جماعه السؤال هنا بيقول لي ايه؟ دي opposite graph represents the relation between the magnitude of the displacement S happened by a car moving between two cities going and returning back and the time t. يعني الجراف ده يوسف بيتكلم يا عم عبد الله بين displacement in kilometers والtime in hours. زمان كنا خدنا حاجه في ثانيه اعدادي اسمها السلوب. كان الرول بتاعها بيقول y2 minus y1 over x2 minus x1 يعني ال vertical change over ال horizontal change. انت هنا لو عملت كده ال vertical change هنا اللي هو displacement ال horizontal change اللي هو ال time. طب ما انت لو عملت distance over time هيطلع ال speed. احنا بقى كنا بنقول لكم من تانية اعدادي ان ال displacement او ال slope هو ال velocity او هو لو عايز اعرف الشركه بتاعتي بتكسب قد ايه في السنه او بتخسر قد ايه. فالاسلوب ده كان ليه استخدامات كتير قوي. احنا هنعتبر نفسنا ناسيين الاسلوب هنبدا نتعامل معاه بتانيه ثانوي. قال لي هات لي الماجنتيود اوف ذا افريج فيلوسيتي within the first 2 hours. فيحيى هيقول لي يا مستر الافريج فيلوسيتي ايكوال التوتال ديسبيسمنت اوفر التوتال تايم. هو بيتكلم يا جماعه في اول ساعتين. في اول ساعتين انت مشيت في وان دايركشن مشيت مسافه قد ايه؟ كده هنا يا جماعه ده 150
يبقى التوتال ديسبيسمنت في اول واحده 150 اوفر. التوتال تايم هو قال لك فيرست 2 اورز، يعني من 0 ل 2 يبقى 2 اورز. لو حسبتها هتطلع لك 75 كيلومتر بير اور. الراجل كان عايزك تعملها بالسلوب، تاخد مثلا البوينت دي اهي 0 0، البوينت اللي فوق اهي 2 و150. هعمل y2 ماينس y1 اوفر x2 ماينس x1، هلاقيها برضو طلعت 75 كيلومتر بير اور. طب يا مستر كده ده في اتجاه الحركه بتاعتنا ان جوينج. طيب العكس بقى، find the magnitude of the average velocity within the last 3 hours. الراجل عايزني احسب الافريج فيلوسيتي اخر 3 ساعات، ادي ساعه 2 3. تعالوا نجرب كده نحسبها بطريقه السلوب. البوينت دي اسمها 5 على الاكس و150 على الواي. البوينت دي 8 على الاكس و0 على الواي. لو عملنا y2 ماينس y1 اللي هي كانها توتال ديسبيسمنت اوفر x2 ماينس x1 اللي هي كانها توتال تايم، هتلاقيها طلعت نيجاتيف كام؟ 50 كيلومتر بير اور. طيب النيجاتيف 50 دي يا جماعه بتريفير لايه؟ بتريفير ان انت ان ريتيرنينج باك، يعني انت عكس الدايركشن، انت راجع بقى من السفر. يبقى انت طلعت الافريج فيلوسيتي بتاعتك الماجنتيود بتاعتها 50 كيلومتر بير اور بس ان ريتيرنينج باك، يعني وانت راجع. طيب ثالث جزئيه قال لك وات داز ذا هوريزونتال لاين سيجمنت مينز تو. الهوريزونتال لاين سيجمنت ده يا شباب بيرمز لايه؟ طبعا هيقول ان احنا يا مستر ستوبد فور 3 اورز، او هتقول ان انت تيك ريست فور 3 اورز. ما هو الهوريزونتال ده ما بيتحركش، الديسبيسمنت ثابته، انت واقف عند الكيلو 150 فانت ما اتحركتش لمده 3 ساعات، فتقول له ستوبد او ات ريست فور 3 اورز. اخر جزئيه في السؤال ده قال له هات لي الافريج سبيد والافريج فيلوسيتي ات ذا اند اوف ذا موشن. الرحله بقى كلها هات لي الافريج سبيد والافريج فيلوسيتي. طيب بالراحه يا جماعه مع بعض، الافريج سبيد كانت بتقول يا شباب التوتال ديستانس اوفر توتال تايم. التوتال ديستانس انا رحت 150 ورجعت 150 يبقى التوتال ديستانس 300. طب اوفر توتال تايم يا مستر هو انا احسب الوقت كمان اللي انا وقفت فيه؟ ايوه طبعا ناخده معانا، فبقت 8 اللي هو من 0 ل 8 خدت 8 ساعات. هتحسب على الكالكوليتر تطلع 37.5 كيلومترز بير اور. ده يا جماعه الافريج سبيد. طيب الافريج فيلوسيتي بقى الرول كان بيقول يا شباب توتال ديسبيسمنت اوفر توتال تايم. هنا الديسبيسمنت رحت 150 ورجعت 150 يبقى التوتال ديسبيسمنت 0 اوفر التوتال تايم برضو 8. 0 اوفر 8 يطلع 0 فيكتور، معناها ان الافريج فيلوسيتي ايكوال 0. ده مش معناه يا جماعه ان الراجل ده ما اتحركش، ده معناه ان الستارتنج بوينت هي الاندنج بوينت، فعشان كده الافريج فيلوسيتي طالعه 0 فيكتور. اخر سؤال في الجزئيه دي قبل ما نخش بقى على الجزئيه الاخيره عندنا، هسيبكم تفكروا فيها. تو سيتيز A and B A straight road between them. عندك سيتي اسمها A وفي طريق كده، وسيتي ثانيه اسمها B. A car moved from A towards B. في عربيه اتحركت من A رايحه في اتجاه B. With speed المدينه دي. نعم من المدينه دي للمدينه دي. With speed 25 kilometers per hour. طب بص بقى الكلمة الجاية دي. At the same moment. في نفس الوقت. نفس الوقت عربية تانية. Another car moved from B towards A. العكس بقى. With speed 25 kilometers per hour. هسيب بقى حضراتكم تفكروا. Find when and where
Do the two cars meet? When and where do the two cars meet? Knowing that the length of the road is 180 kilometers. المسافة ما بينهم 180 kilometers. بيقول لي امتى وفين العربيتين دول هيتقابلوا. معاك كده دقيقتين ثلاثة تفكر فيها. مستر 2 hours يا مستر. تمام. عملت ايه؟ بعد 2 hours. عملت ايه بقى؟ انا الاسبرس بير اور في ساعتين هتبقى 130 وال25 في ساعتين هتبقى 50 فكده هيتقابلوا بعد ساعتين. طب تمام تعال نقولها بقى بستيبس يا يوسف. جماعة طبعا كالعادة لا غنى عن الدي تي في. ادي دي تي في. أنا دلوقتي بقول العربيتين دول هيتقابلوا فين وإمتى؟ طب مبدئياً المعلومة اللي أنا أعرفها عن الاتنين إن المسافة ما بينهم 180 اللي هي التوتال ديستانس ما بينهم 180. فأنا عشان أعرف الأولاني اتحرك قد إيه عشان تجيب الديستانس بتعمل سبيد تايم تايم. التايم هنسميه تي والسبيد 25 يبقى distance 1 بنسميها D1 أو S1 25T دي المسافة اللي الأولاني اتحركها. طب يا شباب لو الأولاني خد زمن T لغاية ما يوصل مش التاني هياخد نفس الزمن T برضو لغاية ما يوصل له؟ وهما الاتنين متحركين في نفس اللحظة. لو ده مشي الساعة 10 وده مشي الساعة 10 وهما الاتنين اتقابلوا الساعة 10 ونص طب ما كده هما الاتنين خدوا نص ساعة. يبقى برضو عشان اجيب distance 2 speed time time هتبقى 65 time t. دي الديستانس الاولى ودي الديستانس التانية المفروض مجموعهم 180. يبقى تقول لي يا مستر المفروض 25t plus 65t تطلع 180 distance اللي الاولى مشيتها والديستانس اللي التانية مشيتها لازم تطلع 180. بس طبعا واضح ان الكار التانية هتمشي مسافة أكبر عشان سرعتها أكتر. 25 plus 65 يديني 90 t equal 180. مشي 90 بالديفايد طلع زي ما يوسف قال 180 divide 90 طلعت إن t equal 2 hours. ده معناها إن العربيتين هيتقابلوا بعد ساعتين. طب ده كده جاوبنا when. طب وير بقى؟ تعالوا نعوض مكان ال T ب 2 في أي واحدة منهم. لو عملنا 25 by 2 هتطلع 50 كيلومترز. يعني العربية الأولى قابلت الثانية بعد ما مشيت 50 كيلومترز. أكيد يبقى الثانية مشيت 180 minus 50 يعني 130 كيلومترز. أو 65 by 2. فسؤال وير ترد عليه بإجابة من اتنين. تقول له 50 كيلومترز from A أو تقول له 130 كيلومترز from B. يبقى شباب في السؤال ده جبنا distance 1 speed time time distance 2 speed time time. المفروض distance 1 plus distance 2 تطلع يا عبد الله total distance 180 كيلومتر. اشتغلنا طلعت ال 2 ال t equal 2 hours كده جبنا ال time. وير بقى عوضنا في distance بتاعت الاولى طلعت 50 يبقى تقابلوا على بعد 50 كيلومترز from car A. اهي 50 كيلومترز far from city A. بصوا بقى يا شباب بقى كل اللي احنا شرحناه جزء واللي احنا داخلين عليه جزء تاني خالص. اللي احنا داخلين عليه ده انتوا خدتوه او بداتوا تاخدوه من اول ثالثه اعدادي حاجه اسمها relative velocity. يعني ايه بقى يا مستر الريلاتيف فيلوسيتي؟ لو انا عندي تو بارتيكلز يا شباب الريلاتيف فيلوسيتي فور ا بارتيكل بي وذ ريسبكت تو انذر بارتيكل اي از ذا فيلوسيتي ذات ذا بارتيكل بي ابييرز تو موف
with if we assume that the particle A is at rest and it's denoted by VBA. مستر يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انت واقف هنا يا جماعة كده اهو واقف at rest وفي عربية ماشية قصادك جاية عليك كده، العربية دي لو سرعتها 70 كيلومترز بير اور انت شايفها، لو انت واقف at rest هتكون شايفها ماشية بسرعة 70 كيلومترز بير اور 70 الريلاتيف فيلوسيتي 70 دي اسمها الفيلوسيتي اوف كار with respect to the person، يعني سرعة حاجة بالنسبة وانت واقف على الارض. مستر زي ايه تاني يا مستر؟ زي لو انت راكب عربية ماشي الاتجاه ده سرعتك 100 وفي عربية جاية في الاتجاه العكس سرعتها 120، لما العربيتين بيجوا جنب بعض يعني على طريق سفر مثلا وعربيتين ماشيين بسرعة قوي، مش يا جماعة لما بيجوا جنب بعض بتحس انك ان صاروخ معدي من جنبك؟ حد يقول لي بقى لو انا راكب جوه العربيه اللي هي اسمها 100 وجي جنبي العربيه ال 120 عدت جنبي واحنا ماشيين اوبوزيت دايركشنز، انا هبقى شايف العربيه دي سرعتها كام؟ يبقى هي اسمها 220. ايوه انا هحس ان سرعتها 220 اهو، ده هو اللي اسمه ريلاتيف فيلوسيتي، مع ان سرعتها الحقيقيه 120 بس لما جم قصاد بعض جمعنا السرعتين فبقت 100 بلس 120 ب 220، عشان كده انت بتحس ان كان في صاروخ معدي جنبك. طب لو العكس صحيح، لو انت 100 وهو 120 وانتوا الاثنين ماشيين سيم دايركشن، يعني انت كنت 100 او خليه اهو العكس اهو، لو انت 100 وهو جاي من وراك ب 120 اول ما هيحصلك انت هتحس ان سرعته كام؟ ها يا شباب احس ان سرعته لو بقى كام يعني؟ اه لما يجي جنبي 20 يا مستر هحس ان سرعته 20 يا مستر، هيبقى زيرو. عشان كده انت بتحس انه كانه ماشي بالراحه. طب يا ساره لو هما الاثنين نفس ثواني مستر حضرتك تقول لو جنبي ولا ورايا؟ لو خلاص حصلك وبدا يعديكي انت هتحسي ان سرعته كده كام؟ السرعه اللي هو ماشي بيها يبقى تبقى 20 هنعمل ماينس، انما يا ساره لو هما الاثنين نفس السبيد وماشيين جنب بعض كده يا شباب، لو هما الاثنين نفس السبيد وماشيين جنب بعض مش انت ممكن تحس ان انتوا الاثنين اترست، ان هتحس ان العربيتين ما بيتحركوش اصلا. يا مستر ليه؟ عملنا 100 ماينس 100 زيرو، فكانوا قالوا لنا زمان عشان اطلع الريلاتيف فيلوسيتي انت عربيتك اسمها ايه هو عربيته اسمها بي، سرعه بي بالنسبه لاي بنسميها في بي اي، ريلاتيف فيلوسيتي اوف بي وذ ريسبكت تو اي في بي اي. القانون بقى بيقول لك في بي ماينس في اي، فساره هتقول لي لا يا مستر احنا قلنا لو عكس بعض نعمل بلس لو مع بعض نعمل ماينس. هقول لكم انتوا كلامكم صح بس القانون اللي الراجل شغال بيه بيقول لك ايه، لو هم عكس بعض فانت بتدي واحده بوزيتيف دايركشن بالنيجاتيف بالنسبه لك بالنيجاتيف نيجاتيف دايركشن، فماينس ماينس هتبقى بلس، ده اللي احنا شغالين بيه، يعني الرول الاصليه بتقول كده في بي اي ايكوال VB minus VA. الناس بقى اللي بتحب تحل بسرعة تقول لي إيه؟ تقول لي لا يا مستر لو هما opposite directions هعمل plus لو هما same direction هعمل minus. هقول لك يا عم هي هي بس هنا بيقول لك ادي الدايركشن بتاعك positive واللي عكسك negative فهتلاقي minus minus اللي هي plus اللي انت أصلا عايز تقولها. طب قبل ما ندخل في المسائل خلي بالكو الجزء ده كل مسألة بفكرة فعايزة تشغيل دماغ جامد جدا، بس تعالوا نقول كام ريمارك كده سرعة قوي قبل ما نخش على الأسئلة. الـ VAB يا جماعة هو عكس الـ VBA يعني النيجاتيف بتاعه، يعني إيه VAB؟ يعني سرعة A بالنسبة لـ B، أما VBA هي عكسها سرعة B بالنسبة لـ A، فدي بتبقى عكس الدايركشن فبتبقى نيجاتيف. ريمارك تاني بيقولها لي بيقول لي لو الـ VA والـ VB
in two opposite directions. يبقى ال VBA سرعة B بالنسبة ل A has the same direction of B. ما أنا بجيب سرعة B بالنسبة ل A. فأنا كده الكلام على B. فهتبقى عندها نفس الدايركشن بتاعت ال B. ده لو هما opposite directions. طب لو هما بقى same directions. قال لك إيه ببساطة قوي. قال لك لو ال VB أكبر يبقى هياخد نفس direction ال B. طب لو ال VB أصغر يبقى opposite direction ال B. تاني آخر حتة دي. لو عكسة. لو اللي هو عارفين يعني إيه؟ أنت ممكن في أوقات تحس العربية اللي جنبك بترجع لورا. إمتى؟ لو أنت سرعتك أكبر. فهتحسها إن هي ماشية. أيوة ما لو أنت ماشي وهي فهتحس إن هي ماشية في عكس اتجاهك. مستر بقول لك إيه؟ الحاجات دي عايزة أسئلة عشان نعرف نحلها. بصوا يا شباب. أول سؤال ده بيني وبينكم سؤال بسيط عشان نفهم الفكرة. A car moves on a straight road with velocity 75 كيلومتر بير اور. ادي العربيه اهي، انا جايب لكم الرسمه بتاعت الكتاب اهي. ادي العربيه، هنعتبر ان الحركه في اتجاه السي كده اهو، اتجاه اليمين سميناها سي، هي دي الاتجاه البوزيتيف خلاص بتاع المساله. ماشيه بسرعه 75 كيلومتر بير اور. moves on the same road. A bicycle moves on the same road. عندنا بقى bicycle ماشية في نفس الطريق بس بسرعة 45 كيلومتر بير اور. هنسمي الكار A والبايسكل B. Find the velocity of bicycle relative to the car. يعني عايز سرعة B بالنسبة ل A. يبقى هنسميها يا عبد الله VBA زي ما اتعلمنا. سرعة B اللي هي البايسكل بالنسبة إيه اللي هي الكار. القانون بيقول عامة VB minus VA. طيب هل هما يا مستر سيم دايركشن ولا أوبوزيت؟ هو اللي هيقول بقى. قال لك حلها لي كأنها مسألتين، مرة in opposite direction ومرة in same direction. تعالوا بقى نشرحها براحة. احنا اعتبرنا ان احنا قاعدين جوه العربية وبنبص على البايسكل، فالاتجاه بتاعنا هو البوزيتيف. لو opposite directions يبقى احنا بوزيتيف والبايسكل نيجاتيف، فهتطلع الاجابه VB نيجاتيف 45 اتجاه السي ماينس VA بالبوزيتيف عادي. مستر صوتك هقولها تاني الحته دي اهو بالراحه، هقولها تاني عشان الصوت بيقطع. بصوا يا جماعه، احنا قلنا VBA يعني سرعة B بالنسبة لA، الرول بيقول VB minus VA. VB هي عكس الاتجاه فحطينا لها نيجاتيف، minus VA هي مع نفس الاتجاه فسبناها زي ما هي بالبوزيتيف. لما هتعمل نيجاتيف 45 minus 75 طلعت نيجاتيف 120 في اتجاه C. فسارة هتقول لي يا مستر ما هو ما فيش velocity بالنيجاتيف. هقول لها بالظبط كده. الراجل قال لك ايه؟ The bicycle seems to the driver of the car as it moves towards him. ماشي بس بالعكس. بس بالعكس. In the opposite direction of the car with velocity magnitude 120 كيلومتر بير اور. النيجاتيف دي معناها ان هي في عكس الاتجاه بتاعنا. احنا جوه العربيه طلعت بالنيجاتيف يبقى الاتجاه عكسي. In the opposite direction بس الماجنتيود 120 كيلومتر بير اور. طب يا مستر لو قال لي in the same direction اهو، يبقى الكار رايحه يمين والبايسكل هي كمان رايحه يمين، فهنعمل VB اللي هي 45 minus VA اللي هي 75. هتطلع الاجابه نيجاتيف 30 اتجاه السي. هتقول لي يا مستر لا اشرح لي يعني ايه نيجاتيف. يا جماعه بص كده، انت راكب عربيه بسرعه 75 وقدامك عجله يا عيني بسرعه 45، مش وانت رايح عليها بتحس ان كان العجله راجعه عليك؟ العجله بطيئه انت خلاص هتحصلها، فبيجي لك احساس ان كان العجله ماشيه عكسك كانها جايه عليك. فهو ده معنى ان ذا بايسكل، اقروا الحته دي وفهموها. The bicycle seems to the driver of the car
as it moves towards him with a velocity of magnitude 30 kilometer per hour. ده يا جماعة اللي بنسميه relative velocity. سرعة حاجة بالنسبة لحاجة تانية. تمام؟ طيب في الجزء اللي فاضل من الميتنج ده هنفكر مع بعض في المسألة دي. أنا مش هقول إجابتها على طول، أنا هخليكم تفكروا، بس عايز أقول لكم بس على معلومة صغيرة. لو أنت بتتكلم على two particles moving سواء opposite directions أو same directions يبقى هنحسب الريلاتيف فيلوسيتي. أما لو بتتكلم على بارتيكل واحد بيتحرك ناحية حاجة ثابتة فبنتكلم على الفيلوسيتي القديمة اللي هي دي تي في. تاني، لو بنعمل two particles moving يبقى هنحسب الريلاتيف فيلوسيتي، هتبقى هي دي الفي. أما لو بتكلم على بارتيكل واحد هو اللي moving بحسب الفيلوسيتي هو بس بتاعته، مش محتاج بقى الريلاتيف فيلوسيتي. فالسؤال هنا بيقول ايه؟ بيقول لك a ship is moving in a straight way towards a port. سفينة رايحة اتجاه المينا بتاعتها، هتوصل خلاص المينا اهي في الصورة. تعالوا كده نكبر الصورة شوية، نكبر الصورة عشان الناس تستوعب المسألة. a ship is moving in a straight way towards a port at 100 kilometer far from it. السفينة بعيدة عن المينا ب 100 كيلو. An aeroplane passed over the ship in the opposite direction with velocity 300 kilometer per hour. الطيارة هتبقى 2 hours ولا لا؟ هنشوف كده. الطيارة عدت اتجاه عكسي للسفينة، ماشية بسرعة 300 kilometer per hour. The aeroplane observed the ship which seemed to it، خلي بالكم الجملة دي، which seemed to it as it's moving with velocity 350 kilometer per hour. الطيارة لاحظت ان السفينة كأنها ماشية بسرعة 350 kilometer per hour. مادام يا جماعة الاتنين moving يبقى هل ال 350 دي سرعة السفينة الحقيقية ولا دي ال relative velocity؟ دي الريلاتيف فيلوسيتي بتاعه السفينه بالنسبه للطياره. فاحنا هنسمي الطياره ايه وهنسمي السفينه بي. كده هو ادانا يا ساره في بي اي ب 350 ومديني سرعه الطياره نفسها ب 300. طب يا ساره قبل ما نكمل المساله، مش هما الاثنين اوبوزيت دايركشنز يا ساره؟ الراجل قايل لك opposite direction، يبقى المفروض ال 350 تبقى مجموع الاثنين ولا الماينس ما بين الاثنين ما دام opposite directions؟ الماينس ده opposite directions يا ساره. بنعمل ال velocities plus ولا ماينس لما بنعدي من جنب بعض؟ لما قلنا في المسألة اللي فاتت 100 و 120 لما يعدوا جنب بعض هيحسوا بسرعة 220، فقلنا بنعمل بلس ونريح دماغنا. فالمفروض ان مجموع سرعة الطيارة وسرعة السفينة يا عم يحيى 350. الطيارة لوحدها 300، يبقى سرعة السفينة الحقيقية كم يا شباب؟ حد يقول لي. ها 50 كيلومتر بير اور. المعلومه دي يا شباب هي عبد الله انا جبت منها velocity of the ship بتاع ده velocity بتاع الship. طبعا يا جماعه على فكره لو عملناها بموضوع الدايركشن صح كانت هتطلع نيجاتيف 50 عشان هي ماشيه عكس الطياره. احنا ما علينا، احنا عايزين دلوقتي نجيب السرعه، فسرعتها 50. نقرا بقى اخر حاجه هو طالبها، طلب ايه؟ قال لي find the time from the moment of observation till it reaches the port. عايز الوقت اللي السفينه دي هتاخده لغايه ما توصل المينا. بصوا بقى يا شباب كده اعتبر ان دور الطياره انتهى خلاص.
انت جبت منها سرعه السفينه. المساله دلوقتي بقت ما بين السفينه والبورت. طب يا مستر انت قلت لو حاجه واحده بس اللي بتتحرك فدي قوانين زمان اللي هي دي تي في، ولا ريلاتيف فيلوستي ولا مش ريلاتيف فيلوستي. انا عايز احسب التايم، فبنقول ديستانس اوفر سبيد. الديستانس لغايه المينا هو اي ال 100. طب الفيلوستي، خلي بالك بقى انت عايز السبيد بتاعه السفينه هي اللي هتوصل البورت، مالكش دعوه بالطياره، فمالكش دعوه بالريلاتيف فيلوستي. الريلاتيف فيلوستي دي بين السفينه والطياره، لكن انت دلوقتي بتسال امتى السفينه هتوصل البورت، فانت ليك دعوه بسرعه السفينه بس. فبقت 100 اوفر 50، يعني زي ما يوسف قال من شويه 2 اورز. اللي عنده اي ازمه فيها يقول لي، مساله حلوه فالكل كده يتكلم معايا لو في مشكله. طيب الميتنج ده يا جماعه هيفصل خلاص، هبعت لكم على طول لينك تاني، محدش يروح في حته. ايه يا ساره؟ طيب كنت اقول لك حاجه ملخبطاني،